وللحديث عن التفجيرات المتكررة التي تستهدف مناطق درع الفرات وغصن الزيتون شمال سوريا، معنا من الريحانية على الحدود السورية التركية الناشط الإعلامي عياد الياس. أهلا بك معنا سيد عياد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. أهلا بك سيد عياد. بداية، هل وضعتنا في تفاصيل التفجيرين اللذين ضربا مدينة جرابلس بيري في حلب؟ شهدت مدينة جرابلس شرقي محافظة حلب هذا اليوم وفي حوالي الساعة 11 انفجارين متتاليين تسببا بوقوع حوالي 20 مدني بينهم أطفال ونساء. وتبين أن الانفجار الأول ناتج عن عبوة ناسفة موضوعة في حاوية قمامة، وكانت نتيجته إصابة 5 أشخاص بإصابات متفاوتة، بعضهم في حالة حرجة. بينما وقع الانفجار الثاني والأكثر عنفا وضررا بعد حوالي 10 دقائق من الانفجار الأول، حيث انفجرت دراجة نارية مفخخة مركونة بالقرب من أحد أسواق المدينة، وقد أدى لارتقاء شخصين من المدنيين على الفور في مكان التفجير وإلى إصابة حوالي 16 آخرين بجراح متفاوتة، بعض منهم جراحهم خطرة، ما يرجح ارتفاع عدد الوفيات. وعلى الفور حضرت القوات الأمنية وفرق الإنقاذ والإسعاف وقاموا بإخلاء المنطقة من المارة وإسعاف الجرحى وإطفاء الحرائق الناتجة عن تلك التفجيرات، وباشرت بإجراء التحقيقات الأولية. هذه التحقيقات الأولية، يعني هل من معلومات ولو كانت أولية عمن يقف وراء التفجيرات؟ من هو المتوقع أن يكون الفاعل؟ نعم، وكما أسلفنا فقد باشرت القوات الأمنية والشرطة العسكرية والمدنية في المدينة بتحقيقات الأولية، وتم التعرف على شخصين بهما قاما بوضع العبوة الأولى في الحاوية، وقد ظهر في شريط مصور من إحدى كاميرات المراقبة القريبة من مكان التفجير، وقد تم نصب الحواجز والدوريات والكمائن على مداخل المدينة ومخارجها كي لا يتمكنا من الهرب والقبض عليهما لإجراء التحقيقات اللازمة معهما. أما التفجير الثاني حتى اللحظة لم يتعرف على الجنات أو الاشتباه لأحد، إلا أنه كما جرت العادة فدائما ما تشير أصابع الاتهام لعصابات بككة الإرهابية وعصابات النظام المجرمة، وهما يشتركان في هذه الجريمة كالعادة. نعم، لكن يعني سيد عياد، لماذا تتكرر هذه التفجيرات في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، وإلى أي مدى بات ضبط الأمن ضرورة ملحة لحماية السكان هناك؟ نعم، هناك عدة أسباب، ومن أهم هذه الأسباب هي تعمد نظام الإجرام الأسدي وعصابات قسد الإرهابية ضرب الحاضنة الشعبية لثورة الحرية والكرامة، والأسباب انتقامية ولإجبار الشعب عن التخلي عن فكرة الثورة، وكذلك لزعزعة الثقة بين الشعب وفصائل الجيش الوطني. بكل تأكيد كلنا نأمل بضبط الأمن ووضع حد لهذه التفجيرات الإرهابية الغادرة. سيد عياد، تزامن هذه التفجيرات مع قصف يستهدف شمالي سوريا على ريفي إدلب وحلب كما تعلم، هل ينبئ بعمليات عسكرية وشيكة لا سيما ضد النظام وضد ميليشيات البيدي؟ أخي العزيز، يلاحظ أي مراقب بالشأن السوري والقضية السورية أنه قبل وبعد أي لقاء أو أي اجتماع يخص الشأن السوري يعمد الاحتلال الروسي إلى التصعيد والقصف، وذلك للضغط على جميع الأطراف الفاعلة لتقديم تنازلات لصالحه وصالح النظام. وقد شاهد العالم أجمع قبل عدة أيام كيف قصفت الطائرات الحربية الروسية أطراف مدينة إدلب وحلب وأريافهما بكل وحشية، وكل ذلك من أجل إجبار النظام التركي والجيش الوطني على تقديم تنازلات. نعم، إذن كنت معنا من الريحانية عبر الهاتف، من الريحانية على الحدود السورية التركية بطبيعة الحال الناشط الإعلامي عياد إلياس، شكرا جزيلا لك.